أعزائي الصغار، سلام الله عليكم. أقدم لكم اليوم الحصة الثانية من درس الكتلة الحجمية. أتمنى أن تكونوا قد أنجزتم التمارين التي طالبتكم بإنجازها، لكن قبل ذلك سوف نقوم بتذكير بماذا؟ بأشياء التي درسناها في الحصة السابقة. إذن ما هي الكتلة الحجمية؟ الكتلة الحجمية هي معامل التناسب بين الكتلة والحجم لمعد مادة معينة. لحساب الكتلة الحجمية نقسم الكتلة على الحجم، مثلا الزيت، خذوا مثلا كأسا من الزيت، أحسب كتلة ذلك الزيت وأقسمه على حجم ذلك الكأس. نعبر عن الكتلة الحجمية ب إما الجرام بالسنتيمتر مكعب، أو بالكيلوغرام في الديسيمتر مكعب، أو بالطن في المتر مكعب. التمرين الأول، ألاحظ الجدول التالي. إذن هذا الجدول يمثل حجم الحديد بالسنتيمتر مكعب وكتلة الحديد بالجرام. أحسب معامل التناسب وأستنتج الكتلة الحجمية للحديد، ثم أكمل ملء الجدول، أنشئ الرسم المبياني المناسب لهذا الجدول، وفي الأخير أستنتج من خلال الرسم المبياني حجم قطعة حديدية كتلتها 39 جرام. إذن نبحث عن معامل التناسب. إذن لاحظوا جيدا، 15.6 جرام تناسبها 2 سنتيمتر مكعب. إذا قمت بقسمة 15.6 على 2 أحصل على 7.8. إذن معامل التناسب هو 7.8. وإذن الكتلة الحجمية هي 7.8 جرام بالسنتيمتر مكعب. إذن أخذ الوحدة من جرام بالسنتيمتر مكعب. إذن معامل التناسب في هذا الاتجاه أضرب في 7.8، وفي الاتجاه الآخر أقسم على 7.8. إذن لدي الكتلة وأبحث عن الحجم. لدي الكتلة وأبحث عن الحجم. إذن عندما أريد أن أبحث عن الحجم أقسم على الكتلة الحجمية. 27.30 مقسوم على 7.8 تساوي 3.5. نفس الشيء بالنسبة للعدد الثاني، 78 جرام أقسمها على 7.8 أحصل على 10. ثم في الاتجاه الآخر لدي الحجم وأبحث عن الكتلة. عندما أبحث عن الكتلة أضرب في الكتلة الحجمية. 12 في 7.8 تساوي 93.6. ثم أملأ الجدول. لاحظوا عندما أريد أن أحسب الحجم أقسم على الكتلة الحجمية، عندما أريد أن أحسب الكتلة أضرب في الكتلة الحجمية. إذن عندما أبحث عن الحجم، الحجم يساوي الكتلة مقسومة على الكتلة الحجمية. الكتلة تساوي الحجم مضروب في الكتلة الحجمية. إذن الآن السؤال الثاني هو أن أنشئ رسما مبيانيا. إذن لاحظوا، أرسم محور الأرتيب ثم محور الأفاصيل. أقوم بتدريجي. المحور الأفاصيل الأرتيب يمثل الحجم بالسنتيمتر مكعب، ومحور الأفاصيل يمثل الكتلة بالجرام. أقوم بتدريج هذا المستقيم إلى قطع متساوية. لاحظوا نفس الشيء بالنسبة للمحور الآخر، أحدد الصفر، أخذ وحدة للقياس. إذن بالنسبة وحدة القياس هذا الجزء يساوي 1 سنتيمتر مكعب. بالنسبة للكتلة هذا الجزء يمثل 20 جرام. إذن
اكتبوا الأرقام المناسبة لبعض التدريجات، مثلا واحد اثنان هنا 3 سنتيمترات مكعبة، 6 سنتيمترات مكعبة، بالنسبة للمحور الثاني 20 غرام، 40، 60 غرام، 80، 100 غرام. الآن أقوم بوضع النقط المناسبة لهذه الأعداد التي وجدتها. إذن بالنسبة للحجم 2 سنتيمتر مكعب يناسبها 15.6 غرام. أرسم المستقيم العمودي مع هذا المحور والمستقيم العمودي مع هذا المحور والذي يمر من هاتين النقطتين، أحصل على نقطة من الرسم المبياني، النقطة الأولى. نفس الشيء أقوم به مع العددين 3.5 و 27.30. 3.5 و 27.30 التعامد، ثم نقطة الالتقاء هي النقطة التي تمثل المبيان. نفس الشيء 10.78، 10.60 هنا 80، إذا 78 أصغر منها. بنفس الطريقة أرسم نقطة الالتقاء، وبعد ذلك النقطة 12 سنتيمتر مكعب و 93.6. أرسم المحور. السؤال الأخير هو: ما هو الحجم الذي يمثل 39 غرام من خلال الرسم المبياني؟ أحدد 39 قريبة جدا من 40. أرسم المستقيم المتعامد يتقاطع مع الرسم المبياني في هذه النقطة. تلك النقطة أرسم الإسقاط العمودي مع هذا المحور، أحصل على العدد 5. إذن 93 غرام حجمها 5 سنتيمترات مكعبة. التمرين الثاني: أحسب كتلة قطعة الخشب إذا كانت كتلتها الحجمية هي M على V تساوي 0.800 كيلوغرام في الديسيمترات المكعبة. إذا علمنا أن أبعاد هذه القطعة الخشبية الطول 24 سنتيمتر، العرض 5 سنتيمترات، والارتفاع 1 ديسيمتر، إذن لحساب كتلة هذه القطعة لدي الكتلة الحجمية يجب أن أبحث عن الحجم لأستطيع أن أنجز التمرين. لاحظوا لدي موشور قائم، أبعاده هي 24 سنتيمتر، 5 سنتيمترات، ثم 1 ديسيمتر. لا أستطيع حساب الحجم إلا إذا قمت بالتحويل المناسب، أي أحول كل الوحدات إلى وحدة واحدة، إما السنتيمتر أو الديسيمتر. إذن 1 ديسيمتر يساوي 10 سنتيمترات، وبالتالي حجم قطعة الخشب هو 24 أضربها في 5 أضربها في 1 تساوي 1200 سنتيمتر مكعب، أي 1.2 ديسيمتر مكعب. إذن كتلة قطعة الخشب، دائما أقول بالنسبة للكتلة أضرب في، عندما أحسب الكتلة أضرب في الكتلة الحجمية. إذن 1.2 أضربها في 0.800 تساوي 0.960 غرام. التمرين الثالث: أرادت ليلى حساب الكتلة الحجمية لقطعة من الصخر، لذلك قامت بقياس كتلة الصخرة. إذن كتلتها 231 غرام، لكن كيف نحسب الحجم؟ في التمرين السابق كان لدينا مجسم على شكل موشور قائم ونعرف كيف نحسب حجمه، لكن بالنسبة لهذه القطعة ليس لها حجم معين، عفوا ليس لها شكل معين. إذن لحساب مثل هذه الأحجام أخذ أنبوبا مدرجا، أضع به كمية من الماء، أحدد حسب التدريجات كمية هذا الحجم من الماء،
120 سنتيمترا مكعبا، أضع الصخرة في الماء، يرتفع منسوب الماء، ثم أقرأ تدريجة الثانية 180 سنتيمترا مكعبا. الفرق بين الوضع الذي كان عليه الماء في المرحلة الأولى والوضع الذي أصبح عليه يساوي حجم الصخرة. إذن حجم الصخرة هو 180 سنتيمترا مكعبا ناقص 120 سنتيمترا مكعبا يساوي 60 سنتيمترا مكعبا. الآن لدي الكتلة ولدي الحجم، يسهل حساب الكتلة الحجمية. إذن M على V أي الكتلة مقسومة على الحجم، 231 غرام مقسومة على 60 سنتيمتر مكعب تساوي 3.85 غرام سنتيمتر مكعب. وبهذا نكون قد أنهينا الحصة الدراسية. بهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة. أتمنى أن تقوموا بعدة تمارين حتى تتمكنوا من هذا المفهوم أكثر. وتحية طيبة لكم.